هل ستقوم إيران بنقل عدد من فصائل محور المقاومة بصفة مقاتلين إلى الساحة اللبنانية وإلى غزة؟ والله الآن أنت شوف العراق، أنا كنت أول أمس في العراق، يعني صفوف بالكيلومترات بعد بيان سماحة الإمام السيستاني، بالكيلومترات اصطفوا في المساجد والحسينيات والشوارع يسجلوا أسماءهم ويريدون التوجه إلى لبنان وإلى إذا أمكن إلى فلسطين. وكذلك في كل الدول العربية الآن باستثناء بعض المطبعين وبعض الحقيقة الشعب العربي كله الآن مع طيب. المقاومة، الشعوب الإسلامية كلها مع المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في غرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة، لديها الخطط ولديها البرنامج، ولكن بتأني لأسباب كثيرة. التأني ليس خوفا وليس عجزا وإنما تحضيرا طيب وتجهيزا. أنا أشكرك أستاذ أمير. دكتور نجم، نعم دكتور نجم لو سمحت كلمة سريع. واحدة فقط، بس كلمة واحدة فقط. أي إيران ستقاتل حتى آخر عربي. شكرا. لا غير صحيح.